أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تتعرض حياة اليمنيين في كافة مناطق البلاد لحصار شامل يتوزع ما بين حصار اقتصادي وعسكري ومعيشي، وتزداد وتيرة الحصار يوما بعد آخر وتأخذ أشكالا مختلفة في ظل تعرض حياة اليمنيين العامة وحرياتهم الخاصة لطرق عدة من التضييق، حيث ترك القائمون على أمور البلاد البحث عن حلول تساهم في إخراج المواطنين من أزماتهم التي يعيشونها، ولجأوا إلى فرض قيود أخرى عليهم. في تعز على سبيل المثال ما أن أعلن مكتب الثقافة هناك عن عرض فيلم سينمائي يمني، حتى ظهرت بعض الأصوات المعارضة بحجة تحريم السينما وخطرها على المواطنين، الأمر الذي دفع وزير الثقافة إلى نشر بيان في صفحته يستنكر ما بدر من هؤلاء الدعاة، معتبرا ذلك نوع من التحريض ضد مكتب الثقافة في المدينة. كما تنوعت ردود أفعال المواطنين حول هذه القضية ما بين مؤيد ومعارض. في صنعاء أيضا ظهرت ردود أفعال أخرى على حادثة أخرى، حيث فرضت ميليشيا الحوثي على الجامعات هناك فصل الطلاب عن الطالبات سواء في الأنشطة السنوية والدورية التي تقام فيها أو في الفصول الدراسية، بحجة منع الاختلاط وحماية الإسلام والعادات المجتمعية وحماية الشباب، بما أسموه الحرب الناعمة ضد أبناء المجتمع. عن التضييق على الحياة العامة والحريات في اليمن سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع. وقبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نذكركم بإمكانية التواصل معنا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة. لدينا اتصال. أنس المنصري، أهلا بك أنس. أهلا وسهلا بك أخي سامي. أنس، تعليقك حول الموضوع يعني التضييق على الحياة العامة والحريات، وبالنسبة لك هل في المنطقة التي تتواجد فيها أنت تلمس هذا التضييق؟ نعم، نحن في تعز. لا يخفى عن الجميع بأننا تعرضنا لحملات تضييق وتحريض كبيرة، ولا يخفى على أحد بأنها كانت يعني بأغلب الفعاليات التي كنا نقوم بها في تعز، منها فعاليات تحت قلعة القاهرة، الأعياد الوطنية، كان كل هذه الأعمال تقابل بتحريض. وآخرها لا يخفى عليكم أنه كان يعني ردود الأفعال التي حصلت على فن 10 أيام قبل الزفاف والتحريض الكبير الذي حصل من الشيخ البرلماني عبد الله أحمد علي، لا يخفى على الجميع في تعز هذا الموضوع وهكذا يعني. طيب أنس، تعليقك أنت على الحادثة الأخيرة التي حصلت في تعز، هل أنت مع أو ضد أولا عرض الفيلم، وأيضا هل أنت مع أو ضد الاعتراض الحاصل؟ طبعا أنا مع عرض الفيلم ومع السينما. بالمناسبة طبعا بالمناسبة لشخصيا يعني أنا شاهدت الفيلم وغيري الذي شاهدوا، هو فيلم عائلي وطني يعني يمني رائع بامتياز، يناقش وضع الأسرة اليمنية، يحكي معاناة شابين بسبب الحرب والدمار الذي طال كل شيء، ولا يزال يعني آثاره حتى الآن. الفيلم واقعي جدا، لا يعني لا يعكس أي صورة سلبية ولا يعكس أي صورة مخلة بالأدب كما يحرض له يعني المردفون. طيب أنس، اليوم اليمن كما هو معلوم هي تحت سيطرة مناطق، تحت سيطرة الحكومة ومناطق تحت سيطرة الميليشيا الانقلاب، لكن هناك ربما تقارب في موضوع التضييق من كل الأطراف على حياة اليمنيين. باعتقادك ما الذي يعكس ذلك؟ لا يختلف موضوع التضييق، بحيث أن كل جماعة أو كل طرف يحاول أن يضيق الحريات ويضيق يعني التصرفات او الاشياء التي يقوم بها الشباب. بغض النظر عن كل شيء يعني نحمل مشروع، نحمل رساله، نحمل ثقافه. كل الاطراف التي يعني كان من جهه الحوثيين او جهه يعني الاطراف التي تدعو، كلهم يناقشوا او كلهم يحرضوا وكلهم باسم الدين عليه. فلا يوجد خلاف، اللهم انه كل الاختلاف السياسي بين الطرفين يعني. طيب شكرا جزيلا لك انس. اتصال اخر من صنعاء، صدام العماد، اهلا بك صدام. اهلا.
تعليقك في الموضوع الذي خصصنا له هذه الحلقة حول التضييق على الحريات العامة للمواطنين في المدن اليمنية، وهل أنت تلمس مظاهر التضييق هذه في المنطقة التي تتواجد فيها أنت؟ نعم أخي الكريم، في اليمن نبدأ الحياة اللي نعيش بكرامة. كرم الله الإنسان وجعله خليفة له في الأرض ونفخ فيه من روحه حيث جعلها الله الخلق. الحرية والكرامة توأمان لا ينفصلان، أو هما وجهان لعملة واحدة. حرية الإنسان تولد مع ولادته وكرامته، هي من إرفادات وجوده، وإن من أثمن ما يتقنها هي حريته وكرامته. حياته ليسلم لأن يبذل لتسلم له حياته. إن هذا التحول في الأوضاع إلى مالك ليس طموحا سياسيا لمنازعة حاكم ولا منافسة على مناصب أو مغانم. التحول لأجل الكرامة والثورة على الجلاد، إنه تحول على قيود العبودية التي حتى تصبح مطيعة لأوهام الرجعية والتخلف. وإن ناجد في اليمن منذ أربع أعوام تحول في الفعل الثوري لملحمة، ملحمة صراع بين الكرامة والذل، ملحمة بين الحرية والعبودية، حيث تقف العدل أمام الظلم والقهر والبغي والعدوان، الإيمان أمام النفاق، الصدق استبدال. وإن هذا المنطلق خرج الشباب في اليمن عن النظام السابق في ثورة سلمية نقية طاهرة من 5 سنوات، أسقط نظام الأخ صالح وأسست ملامح دولة مدنية تلبي الطموح الثوري المدني. طيب يا صدام، صدام في العاصمة في صنعاء، أنت تلمس، هل تلمس تضييق على الحريات؟ نعم، هناك تضييق الحريات، لا أحد يتكلم أو ينطق في أي كلام، سواء في الباص سواء في سوف يبلغوا فيك سوف هذا كله، لأنه يجري في اليمن منذ 4 أعوام يعني صراع بين الذل والكرامة. نحاول إنهاء الطموح عن الشباب والفعل الثوري وتنقلب على مؤسسة الدولة وكل ما اتفق عليه أو اجمع اليمنيون في الحوار ومخرجاته ينقلبوا عليه. طيب شكرا جزيلا لك صدام. اتصال آخر من مأرب، هناء العزب، أهلا بك هناء. هل هناك تضييق على الحياة العامة والحرية في مأرب، وما هي أبرز مظاهر التضييق؟ أولا شكرا لك على الاستضافة. نشهد هناك في مأرب أن حرية الرأي مفقودة في نوع ما، ولكن هناك ما لا زالت تقييد من قبل السلطات. في مثلا مؤخرا في جامعة سبا هناك يعني شرطيات سلبنا طالبات أدنى الحقوقية في ربهم قيود كثيرة في الجامعة، ولكن بشكل عام على وجه الخطوط شخص إعلاميين مثقفين حرية الرأي هي مفقودة. فعلى سبيل المثال في جامعة أقلم سبا بعض الشرطيات سلبنا طالبات أدنى الحقوقية، مثلا عند إحدى الطالبة سيمرة أو مثلا أدنى الآلات الموسيقية أو أي حاجة، مثلا لو أشياء خصوصية تخص الطالبة نفسها يعني طلبوا من القيود وفي تحكم وفي يعني تكفل في بعضهم. طيب البعض يعتبر الحديث اليوم عن الحريات العامة والحياة العامة بشكل عام أنه ربما نوع من الترف، أنه يفترض أن نتحدث عن الحرب ونركز فقط على الحرب، ما رأيك؟ ممكن تعيد السؤال؟ البعض اليوم ممن يضيقون على الناس يتحدثوا أنه ربما الآن الأهم سواء في أي طرف من الأطراف المتقاتلة اليوم أنه التركيز على الحرب وأن الحديث ربما عن الحريات نوع من الترف وأيضا أنه يعيق النصر، هم يتساوون في هذا الطرح ربما كل الأطراف الآن، ما رأيك؟ يا أخي سليم، الكثير من الحقوق والحرية تثبت من ذلك المجتمع اليمني على سبيل المثال يكون عاقبة الفن وأعتقد الفنانين والمستقلين والثقافيين والإعلاميين والناشطين. الآلات الموسيقية كثرت كما أصبحت تطور السلطات في صنع أي سلطة الإنقلاب في صنع أي حد من هذه الهيئة وكذلك وهذه الانتقالات آخر من حرارة إلى الخلف.
اللي معكم عن قبل الميليشيا السعودية، بأعتقد الخطاب عن الطالبات وهذا شيء سيء جدا. تسليم يعني مفيش عند المواطن أدنى الحرية إنه يعبر عن رأيه أو عن ثقافته سواء في الموقع الاجتماعي أو عن يعني لا فكان لا يستطيع أن يعبر عن حريته بشكل مطلوب. هنا العزب بن مرب، شكرا جزيلا لك. من تعز ينضم الينا مدير مكتب الثقافه الاستاذ عبد الخالق سيف. اهلا بك عبد الخالق. اهلا وسهلا اخي الحبيب. كمدير لمكتب الثقافه في تعز، كيف يمكن او كيف تقيم واقع الحريات العامه داخل المدينه؟ بالاخير اعتقد ان تعز الشرعيه، تعز الحياه، هناك مساحة كبيرة موجودة في تعز، الآراء محفوظة للجميع طالما أن رأيك لا يصيب أو لا يحرض أو لا يقود إلى تحشيد وتطرف ولا يتناقض أو يصطدم بالقوانين النافذة التي تعز تتمسك بها وتؤمن بها وستقاتل من أجلها بكل سلمية. أعتقد أن تعز تعاني بصورة ما، لكنه بالتأكيد أن ذلك يذوب جميعا أمام ذلك المد من الإيمان، لأن الحريات مكفولة بالقانون، محمية بالنظام، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز ذلك أو أن يشعر أنه هو القانون وأنه هو صاحب الرأي النافذ الذي من خلاله يتجاوز جميع القوانين وجميع النظم وجميع الثوابت التي نؤمن بها في تعز، ليصبح أمره أو توجيهه أو تضييقه أو محاربته للحريات أمرا إلهيا وقدرا محتوما. أعتقد أن تعز تجاوزت ذلك وستتجاوز الكثير بكل إيمان وكل صبر وثبات. طيب، الأزمة الأخيرة التي شهدتها المدينة مع بدء التحضير لعرض الفيلم السينمائي الأول 10 أيام قبل الزفة والضجة التي حصلت، هل يمكن القول أنه تم تجاوز هذه الأزمة؟ بالنسبة لتعز أو أغلبية تعز تجاوزت هذه الأزمة. المشكلة ليست في فيلم 10 أيام قبل الزفة، هذا الفيلم الهادف الذي عرض في عدن وهو صناعة يمنية خالصة وحقق نجاحات كثيرة، فكرته هدفه يحملان كثيرا من القيم. الجميع أو المعظم تعز أو أغلبها أعتقد أنهم تجاوزوا كل خطابات التحريض ضد الثقافة، ضد الفن، ضد المسرح، ضد العروض الفنية، ضد المعارض الإبداعية، ضد كل شيء جميل تقدمه تعز الحياة والفن والثقافة. أعتقد أن تعز احتشادها ما تجده على صفحاتها، صفحات أبنائها، إيمانهم الكبير أن تعز ستظل مدينة للثقافة، مدينة ومشعلا للثقافة في زمن الحرب والحصار. الإيمان الكبير الموجود عند كل أبناء تعز أن الثقافة قدمت خلال الحرب والحصار جملة فعاليات جسدت معاناة أبناء تعز، نقلت كل آمالهم وآلامهم، كانت الصوت المعبر والجبهة الثقافية التي نقولها بكل فخر، شكلت جبهة ثقافية استطاعت أن تواجه كل خطابات وكل حركات وكل ذلك المد الشيطاني الذي تعانيه تعز من الانقلابيين، عبر كل فنون الثقافة المختلفة، مسرحا، غناء، إنشادا، تراتيلا، كل يعني معرضا فنيا، كتبا، استطعنا خلال هذه المرحلة أن نمتلك أو أن نربط ونجدد ثقة الجميع بأن الثقافة في تعز هي جزء لا يتجزأ من ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. كل تعز، أعتقد أن تعز الحياة لديها كل تفاصيل الحياة في كل المجالات هي أولوية، التحرير أولوية،
علاج الجرحى أولوية، النظافة أولوية، استعادة المحاكم النيابة أولوية، الثقافة بكل برامجها بكل فعالياتها أولوية، الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية أولوية، كل شيء في تعز يكمل بعضه بعضا، ولا يمكن لأحد أن يقفز على هذه الحقيقة التي نعلمها جميعا. ولذلك نستطيع أن نقول أن تعز مدينة منفتحة على الثقافة، مدينة قوية في مواجهة الانقلاب بكل فنون الثقافة، مدينة ترحب ببعدها الوطني الكبير وستستقبل. طيب استاذ عبد الخالق، ان تقول ان حقوق ومن كل المدن، طيب ان تقول ان حقوق الاعتراض وحقوق ابداء الراي مكفوله للجميع داخل محافظه تعز، مثلا موقف الشيخ او عضو مجلس النواب العديني من واثاره الجدل كثيرا داخل المحافظه، هل ياتي ضمن هذه الحاله التي تشهدها محافظه تعز، وانه بالتالي رايه محترم ويقدر؟ اخي العزيز، ربما سأذهب بك إلى كل تلك الآراء التي انتقدت مثل تلك الخطابات التي تحرض على كل الأنشطة الثقافية. قلنا ونؤمن أن من حق الجميع أن يقولوا رأيهم، لكن أن تقول تحريضا مباشرا تدعو لمنع ذلك وأنت تعلم أن القانون يحمي ذلك ويؤمن به وأنت رجل برلماني، هذه القوانين عاشت في كنفك، تربت في كنفك، كنت جزءا لا يتجزأ منها، ومن ذلك قانون إنشاء السينما والمسارح، المراكز الثقافية، كل الفعاليات التي كانت تقام في مكتب الثقافة ومن بعض المنظمات كانت فعاليات تمت في عهد كثير من المحرضين في هذه الفترة. طيب استاذ عبد الخالق، طيب نخرج قليلا من الحاله داخل تعز، طيب نخرج قليلا من الحاله في تعز بشكل عام في اليمن. ربما اليوم مستنكر لدى المواطنين ان التضييق الحاصل الان في المناطق الخاضعه لسيطره الحكومه الشرعيه للاسف. ما الذي يعكسه هذا التقارب اليوم في حالات التضييق سواء من قبل ميليشيا او قبل الحكومه الشرعيه؟ لا اعتقد، اعتقد ان نشوف الحكومه الشرعيه بكل ايمان ما زالت في معركه مستمره مع كل شياطين الظلام. أعتقد أن المصيبة الكبرى هي دائما في الطرف الآخر لدى الانقلابيين، ما يوجد في الشرعية، لكن هناك حوادث شهدتها حضرموت وشهدتها مارب وعدن وتعز، أننا لم تستطع أننا الحكومة أننا والجهات أننا المسؤولة لانتصار لحرية الناس. هي بالأخير، هي بالأخير ما يشبه بعض الحركات، بعض الحركات التي ستنتهي، لأن المنطقة والعقل والقانون يقف ويحمي كل هذه الجوانب وهذه الملامح الجميلة. هذه الحالات النافرة أعتقد أن الشرعية تستطيع وقادرة وقدرت أيضا على ترويضها، ومع الوقت تجد أنها الظواهر ستختفي لتحتفي أو يحتفي الوطن بالثقافة وبالحرية وبالرقي. وجميعنا أيضا نأمل أن انتهاءنا من هذه النبتة الشيطانية الانقلابية هي بالتأكيد بوابة كبيرة لاستقرار وحماية هذه الحريات في مناخ آمن وفي مناخ يسوده أو يحميه مغلفة بالأنظمة والنظام والقانون. وبمثل ذلك كل المسارات المعوجة تعود مستقيمة وتذهب في خدمة الناس وإلى ما يسعدهم ويطبع الحياة ويعيد الروح والأمل لهم. شكرا لك عبد الخالق سيف، مدير مكتب الثقافة في تعز. حول الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات من خلوة سب نستعرضها معا. المعروف عن الجماعات الدينية في أي مكان في العالم، عندما تفشل في تقديم أي حلول لمشاكل الناس، عندما تفشل هذه الجماعات في تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، فإنها عادة ما تلجأ إلى إثارة مواضيع تمس الدين، تمس التقاليد ومعتقدات الناس، لكي فقط تقول للناس هناك مؤامرة على عاداتكم وأخلاقكم، وها نحن نتصدى لها ونقف بوجهها. كذلك الحملة الشرسة التي يقودها بعض خطباء المساجد على مدير مكتب الثقافة في تعز، بسبب أنه تحدث عن عرض فيلم سينمائي يمني في أحد المنتزهات،
في الحقيقة هذه الجماعات هي تسعى للقضاء على آخر ما تبقى من آخر ما تبقى لهذا الشعب من نطاق محدود من الحريات العامة من حقوق الإنسان. كثر الحديث مؤخرا عن الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تمارس ضد الحقوق والحريات في اليمن، وهذا الحديث دائما ما يكون ما بين مؤيد يرفع نبرة تكاد لا تسمع مطالبا بها يوما بعد آخر، ومعارضا يحتج على الخوض في هذا الشأن لأسباب غالبا ما تكون دينية وأخرى اجتماعية وسياسية. فعند الحديث عن الحريات الشخصية تكرر على مسامع الجميع السيناريو ذاته بشكل شبه دائم، وهو المرتكز على حقيقة إننا كشعب نمر بما هو أشد وأنكى، وليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبات الفارغة حسب توصيف البعض. وهذا الطرف الذي يبرر هذه الأشياء هو أشد وأنكى على الحقوق والحريات من غيره، وهو من يمارس التعسف بشكل دائم. في المقابل لا تتوقف وسائل القمع اليومية للحريات العامة والشخصية، والتي تزداد بشكل حثيث إلى درجة وصولها للتدخل في أمور أكثر خصوصية، وهذا أمر كارثي ينبغي النظر فيه والمطالبة بالتوقف عن هذه الممارسات الانتهازية المتطفلة التي حولت حياة الشعب إلى حياة كارثية وحولت الوطن إلى سجن كبير. مما لا شك فيه أن وتيرة التضييق على الحياة العامة والحريات العامة في صنعاء زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل كبير وملحوظ منذ استيلاء الميليشيات الإجرامية على العاصمة صنعاء. فقد تعرض العديد من المعارضين لهذه الميليشيات الإجرامية للقتل والاعتقال والتعذيب والتشريد، وليس بجديد على الميليشيات الإنقلابية التدخل في شؤون جامعة صنعاء وفرض قراراتها بالقوة الإجبارية، والتي كان آخرها قرار منع الاختلاط كما يسمونه، مع أنهم بعيدين جدا أو لا يعرفون للأخلاق طريق. أما بالنسبة للفيلم اليمني الجميل 10 أيام قبل الزفة، والذي أعلن عنه بأنه سيعرض في مدينة تعز الحبيبة، والحراك الحاصل طبعا في محافظة تعز ما بين مؤيد ومعارض لعرضه، فهو طبعا أنا أعتبره فيلم قاصر لدور السينما التثقيفي والتنويري، والذي لا يقل أو لا يختلف عن دور المدرسة والجامعة. نتمنى أن يعرض هذا الفيلم في ظروف آمنة ومستقرة، ومن هنا أحب أن أقول إذا كانت هذه مشاركات من خلال الواتساب حول الموضوع. لدينا اتصال، وضاح الأحمدي من عدن، أهلا بك وضاح. أهلا ومرحبا وضاح. هل تلمس تضييق على الحريات العامة في المنطقة التي أنت متواجد فيها في العاصمة المؤقتة عدن؟ تضييق الحريات من قبل جماعات متطرفة، طبعا بالنسبة لمدينة عدن تعتبر مدينة حضارية ذات طابع مختلف ربما قد تكون عن المحافظات الأخرى، لكن بالمناسبة الموضوع تضييق الحريات أصبحت هناك جماعات متطرفة تعمل بشكل مستقل بدون غطاء قانوني، يمارسون مثل هذه التصرفات بشكل غير رسمي على المواطنين. مثل ذلك ما حدث حاليا، يعني في بعض الحالات في السواحل، على سواحل عدن أصبح هناك جماعة أو شباب متطرفين، يعني تخرج أنت وفتاة، يعني تكون أختك تكون زوجتك، بغض النظر عن ذلك هؤلاء الجماعة يقومون يعترضوا الطريق ويقوموا بالمساءلة وكذا وكيف وليش. فأصبحت شوارعنا ينقصها يعني أصبحت الشوارع بالنسبة للفتاة بشكل خاص هي كسجن، فربما يعني أصبحت الحياة بشكل يعني ضيق جدا على الحريات بالنسبة للفتاة المرأة، وكذلك منع الاختلاط فما أشيع مؤخرا أو ما سمعناه مؤخرا بالنسبة لفيلم 10 أيام قبل الزفة.
في مدينة تعز، قاموا بمنع الاختلاط، وأعتقد خطباء جوامع يقومون بمنع ذلك، ويرجعوا يعني يغيروا الموضوع بأنه بشكل ديني وأن هناك اختلاط وكذا. هذه ممارسة ليست قانونية، وإذا كانت هناك يعني إجراءات أو تحت غطاء قانوني قد ربما يكون الوضع مختلف، لكن أصبحت الحياة هي تعتبر الآن جريمة بحق الحرية للمواطن. يعني أصبحت الحياة شبه سجن على المواطن، خاصة بالنسبة للمرأة. طبعا من واجب الدولة أيضا توفير حمايتها للمرأة بممارسة طقوس حياتها بكل حرية وتضمن حمايتها، لأن الدولة التي لا تحمي المرأة، التي لا تحمي مواطنيها، تعتبر دولة فاشلة تماما. فمن حق الفتاة أن تشارك في كل طقوس الحياة، في مجالها الثقافي الإنساني، في كل مكان تشارك في طيب، الندوات وضح. المؤتمرات، هناك من يستنكر تشارك في الحديث عن مشاركة. هذه المواضيع، موضوع التضييق على الحرية العامة، ويقول ربما أنه يجب التركيز على مواضيع أهم تشهدها البلاد كالمجاعة والحرب وتداعيات ذلك. ما رأيك؟ تضييق الحريات بالنسبة للمواطن هو موضوع مهم جدا، لكن أصبح الآن الشارع اليمني أو المواطن أو بعض الجهات يعملون بشكل خاص، يعني لديهم على ما أعتقد أهداف أخرى بشأن مواضيع أخرى. لكن موضوع تضييق الحريات، يعني أنت تعتبر، يعني تتخيل أنت مثلا الآن أنا كمواطن يعني نازح من الميليشيات ومن الحرب إلى مدينة أخرى، ولكن في هذه المدينة لا أستطيع الخروج أنا والعائلة إلى المتنفس، إلى أي مكان عام مثلا كالبحر أو أي جهة أخرى. فهذه تعتبر جريمة بحق الإنسانية. يعني أنا كمواطن لي الحق بأن أخرج مع الأطفال، مع النساء، مع كذا. لكن إذا تحدثنا عن صحيح هناك مواضيع تخص المجاعة، تخص الحرب، موضوع شكرا. يبدو في مشكلة في الاتصال. شكرا لك وضاح. على العموم من تعز حسام الحاتمي، أهلا بك يا حسام. أهلا بك، حياك الله أستاذ سامي. إلى أي حد يا حسام تلمس أن هناك تضييق على الحريات في تعز؟ نعم، طبعا التضييق على الحريات ليس في تعز، البلد اليمني والوطن العربي بشكل عام يعيش تضييق حريات غير محدودة. ظهرت في الأوان الأخيرة، نحن نقولات مغلقة بأن في حين أن اليمنيين يخوضون معركة شرسة مع ميليشيا حوثية خطفت الدولة وجاءت بمنهج غير منهج وعقيدة غير العقيدة وثقافة غير الثقافة، اليمنيون مخرطين في هذه المعركة لتهديد، يعني لزيادة هذا الخطر اللي يهددهم الحوثي. تأتي جماعات متطرفة أو أشخاص يعني بعيش القلق في الطرف الاخر اللي تعتبره بالصف اللي انت داخله. هذه الجماعات المتطرفه تلقي اصوات لذلك باعثه في القلق. عفوا، هناك خطر نشوفي وخطر في الجهات الاخرى، ضيق الحريات الى غيره. طيب بالنسبه لك انت، ما اخطر مظاهر التضييق على الحريات العامه؟ يا أخي يا سامي، طبعا هناك مخاطر يعني، لكن أنا أؤكد لك تماما، بعد ثورة المعلومات وبعد الناس دخولهم عالم التواصل الاجتماعي وبعد تثقيف الناس وبعد تفكيرهم، لا يمكن هذه الأفكار أن تسيطر أو تستقر في العصر الحالي. الآن الشعوب يعني أصبحت أكثر إدراكا، الآن الشعوب أصبحت يعني اكثر تفتحا، دليل انها تلك الافكار لن تكون لها نجاحات في هذا المجال، لان هناك مقاومه شديده فكريه وثقافيه من جميع الاطياف. يعني الان مثلا ظهر قبل يوم الجدل الذي يثير حول التواصل الاجتماعي حول مشاهده الفيلم 10 أيام قبل الزفه. طبعا لم اشاهد الفيلم كثيرا، لكن قرات العرض أكثر من مرة وقرأت من الصور التي نزلت على الفيسبوك، إنه
يحكي قصة واقعية تعيشها اليمنيون ما فيها أي شيء. ثم تخوف من تفسير أخي سامي. طبعا السينما إيش معناته؟ كان التفسير القديم للسينما كان يختلف على التفسير اليوم. الآن أصبح دور السينما يؤدي رسالة كما تؤدي الإعلام رسالة وكما يؤدي الأحزاب رسالة وكما يؤدي كل أصبح جزء من الوعي اللي شاركه نهضة المجتمع نفسه. طيب شكرا جزيلا لك حسام. اتصال آخر. حسن القدسي من إسطنبول. أهلا بك حسن. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. كيف تقيم واقع الحريات في الفترة الحالية في اليمن وكيف تتابعها وأنت في الخارج أيضا؟ أولا أمسي عليكم على الطاقم تبع البرنامج. أنا أرى الحريات من وجهة نظري البسيطة، هناك تضييق غير عادي للمواطن العادي أيضا، المواطن الذي لا يسعى إلا بعد لقمة عيشه. الحوثيين لم يتركوا، يعني أصبحت اليمن وخاصة مدينة صنعاء والمناطق تواجد هذه الميليشيا الإجرامية أصبحت مدينة أشباح أو أصبحت أماكن أشباح، يعني لا يوجد فيها إلا من يوافقهم أو لا يسمحوا لأحد أن يعيش فيها بأريحية إلا من يوافقهم على أفكارهم الإجرامية والإرهابية. هذا باختصار بالمناطق التي يستدعى لها الحوثيين. في المناطق الأخرى تجد أن هناك تضيق على الحريات، في تضيق على الحريات الدينية، تضيق على الحريات الشخصية، وهذا بحد ذاته هو من آثار الحرب السلبية اللي جلبت لنا هذه الميليشيات الانقلابية. طيب حسن، ما تراه أن تضيق وكثيرين يرونه تضيق، البعض يقول أنه ليس تضيق وأنه ربما يأتي في سياق العادات والتقاليد التي موجودة داخل المجتمع اليمني وأن ذلك شيء طبيعي. يعني العادات والتقاليد هذه شماعة، يعني لمجرد ما يريد أي طرف تمرير مشروع، تمرير هدفه، تمرير ما يراه مناسبا، فيستغل شماعة العادات والتقاليد. وإذا لا يوجد هناك تقاليد وحريات كما يقال تحول بين الإنسان والحرية وبين التعبير عن رأيه أيا كان هذا الرأي، رأي في الفكر، في التعبير عن رأي، في أحيانا حتى إذا وصل إلى أنك تختار ما تعتقد فيه أو ما تعتقد أنه صحيح، هذا لا يسمى عادة التقاليد. عادة التقاليد شماعة فقط لتمرير الأفكار اللي تضعها هذه الجهة. وكما أعطيتك مثال الميليشيا الحوثية عندما أتت اليمن أخذت، لم تدع لدينا لا عادات ولا تقاليد لا دين ولا عرف ولا معتقد إلا وشوهت. فأنا لا أرى العادات والتقاليد تحول بين الإنسان يمارس عادة، يعني يمارس ما يعتقد أنه صحيح. شكرا جزيلا لك حسن القدسي من إسطنبول. حول الموضوع أيضا نستعرض معكم بعض التعليقات من الفيسبوك. الأخ عبد العليم يقول في تعليق: يقال الذي ما معه عمل يستأجر له جمل، فالمكتفون بسينما الغرف المغلقة يستنكرون السينما المفتوحة، هم أصلا ضد الاختلاط. أيمن الشامي يقول: لو أقول في صعدة أشتي أفتح سينما لا يقول أنه يفتح دعارة ولا مرقص. الإعلام الساخر محمد الربع في بوست يقول: قالوا أن أصحابنا في تعز بيضاربوا علشان قالوا بتفتح سينما في المدينة، وربما هو يحكي قصة في البوست. سأختار أنا الفقرة أخيرة. هؤلاء يحذرونك من السينما مع أنك لو سمعت 1000 خطبة أو 1000 محاضرة منهم عن حمزة بن عبد المطلب فلن يذهب خيالك إلى الفيلم الرسالة، وتظل تتفاخر بعمر المختار لأنك فقط شاهدته في فيلم أسد الصحراء، وكل هذه أفلام سينمائية التي يخوفونك من اسمها. هؤلاء لا يعلمون أن السينما والدراما هي الأداة التي صارت تصيغ وعي الشعوب وتصنع قناعاته وتقود توجهاته. عبد الفتاح: لا خلاف على السينما، ولكن الخلاف في طريقة استخدامها والرسالة التي ستقوم بها. البعض يدخل فيسبوك من أجل البنات والخاص. نعيم يقول أن الحاجة الحلوة فينا كشعب يمني أن حياتنا في رفاهية وسعادة وبلا مشاكل، وانتهت كل مشاكلنا ومصائبنا وما بش من المشايخ شيء في الحياة يفتو ويهتموا له. الحمد لله المواطنين متخمين من كثرة الأكل والسمنة والمعاشات. المهم اختار الفقرة الأخيرة. المهم الشيوخ والفقهاء
حقنا فارغين بلا مهرة، لذلك قاموا يفتوا بحرمة السينما عادي. أنا حاول أن أقرأ البوست كما هو لكنه مكتوب بالمهجة. عبدو يقول: إرث اكتسبناه من مفاهيم مغلوطة للدين الإسلامي الحنيف، ويحتاج إلى جهد ونضال وتوعية لتجاوز المعضلات التي تواجه حرية الشخص، لطالما لن تنال من حرية الآخرين. نحن اليوم ندفع ثمن ما تم التجاهل عنه في الماضي، لقد صرف النظر عن كثير من الآراء الملغمة التي كانت تطرح على الناس مستغلين الصبغة الدينية وعاطفة الناس تجاهها. اليوم نحن بحاجة إلى تحديد مسار العمل الحياتي وإعادة اليمن لبيئة للبناء للهدم، والنهوض للركون، والسلام للاستسلام، والمحبة دون مداهنة على حساب وطن. تحياتي. باسم يتساءل: أيش الضرر الذي بيصيبكم إذا فصلوا نساء الرجال في الجامعات وبعض المرافق الحكومية؟ على الأقل ستوفر قيمة الجل وتكون المهم. زميلنا المنتج يستمتع بالبوستات الأدري. المهم انتهت هذه الحلقة. أبو عقاب يقول: أنا سأفتح لي مكتب سفرية في تعز، نقل ركاب معتمرين لمكة والمدينة. خلاص انتهت. هذه كانت تعليقات من خلال الفيسبوك. وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. نلقاكم الأسبوع القادم بموضوع آخر. في أمان الله.